مشاهدينا متابعينا الكرام، تتجدد الانطلاقة والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق هذا الشوط بحظ من الله ورعاية شوطنا الثالث المخصص لفئة الابكار الفطايم من ضمن هذه الشارة المقدمة من سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، دعما لهذه الرياضة وتشجيعا لهذا السن. ننطلق في هذا الشوط لنوافي حضراتكم، وتواجد مع غبة عامر بخلفان بن راشد بالعامري الاكتبي، يتقدم مع المركز الاول مع غبة المركز الثاني مبشرة، يتقدم هنا محمد بن عبد الله بن هاشل الشامسي مع المركز الثاني مع مبشرة المركز الثالث، هناك هملولة سالم بسلطان بن عجيل الاكتبي، وايضا الوصول مع مناسبة حميد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي يقدم مناسبة، وايضا الوصول مع سياد عبد الله بن غرير بن محمد المتفيج الاكتبي، ولكن بالعامري مسيطر مع البدايه، مسيطر مع المركز الاول بالاداء الممتاز بالانطلاق المميز مع غبه مسيطره ومبشره قادمه على المركز الثاني، يقدم مبشره محمد بن عبد الله بن هاشل الشامسي، وصلت الاسماء وصلت الشعارات باللحظات الأخيرة، والقادم أيضا سيادة عبد الله بن غرير بن محمد المتفيج الكبي اللحظات الأخيرة، وبالعامري باللحظات الحرجة باللحظات الأخيرة، ما بين غبة ما بين مبشرة ما بين سيادة، غبة سيادة مبشرة بالعامري مع غبة هنا مع المركز الأول، يقدم غبة عامر برغم خلفان بالراجل بالعامري الاكتبي، سلام يا بالعامري سلام على الاداء الممتاز على اداء غبه عامر بن خلفان بن راشد بالعامري الاكتبي، سلامي على الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت سياده عبد الله بن غرير بن محمد المتفيج الاكتبي، المركز الثالث هناك مبشره محمد بن عبد الله بن هاشر الشامسي، التوقيت 2:16. تهانينا والناموس لمالك غبه مع المركز الأول، تهانينا وناموس العامر بخلفان بن راشد بالعامري الاكتبي على الفوز والانتصار.